Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, habaybi talabtulab, primary 4. Ahlan wa salam bikum. with you, Mr. Hamadin Nedi. Today, inshallah, we'll start theme 1 number sense and operation concept 3.1 metric measurement. Lesson 3 units of capacity. Capacity is the amount of a liquid. a container can hold لو عندنا اي container زي البوتل زي اي حاجه موجوده عندنا اوكي okay. بنحط جواها ليكويد بيبقى عايزين نعرف الليكويد اللي جواها دوت قد ايه يبقى احنا بنجيب حاجه اسمها الكاباسيتي اليونيتس فور ميجرينج كاباسيتي ملليلتر اند لتر ملليلتر اند لتر يبقى لو احنا شفنا في البوتل عندنا هنلاقي البوتل مكتوب عليها مثلا 1 لتر او 1.5 لتر او 0.6 لتر وهكذا النمبرز موجوده ديت يكون جواها لتر او ملي لتر او حتى على الجيوس بتلاقي 235 ملي لتر 250 ملي لتر اند سو اون خلاص حتى في الانجكشن الحقن عندنا بتلاقي الحقن برضو مكتوب عليها ايه 1 ملي 2 ملي 3 ملي 4 ملي 5 ملي فبتعرف شكل الانجكشن بتاعتنا موجوده اوكي okay. فيها هاو ميني ملي لتر relating units of capacity. In the metric system, the liter is the basic unit of capacity. The metric system, and then a liter is the basic unit of capacity. طيب يبقى في الدرس دوت احنا نتكلم عن اللتر والملي but we are going to study other metric units of capacity at the last lesson of this concept اللي هو ان شاء الله هناخده ان شاء الله in the next video في الفيديو الجاي هناخد بقى الـ ما بينهم كلهم زي ما اتكلمنا عنها قبل كده إن the first lesson لما اتكلمنا عن الكيلو والهكتو والديكا واليونتس نفسها هنا اليونت يبقى اسمها لتر وهنستخدم نفس اليونتس اللي قلناهم قبل كده how can we change from one to the other today وي we'll complete هنتكلم بس عن اللتر والمليلتر بس هنعمل تشينج من اللتر المين للمليلتر ونكون عارفين ان اللتر فيها 1000 مللتر ال1 لتر هيكون فيها كام 1000 مللتر يبقى لو احب اعمل تشينج من اللتر للمليلتر اعمل لها باي 1000 فروم لتر تو مللتر لها باي كام 1000 طب من مللتر لللتر نعمل لها ايه ال divided 1000 question number 1 يلا بينا نشوف 6 لتر ايكوال هاو ميني لتر لتر طبعا عارفين ان 6 لتر عشان نحولها لميلي لتر نعملها باي 1000 فيطلع معانا الانسر فيها ايكوال 6000 طيب عندنا 3 لتر عايزين نخليها هاو ميني ميلي لتر قال لي نعملها برضو باي 1000 تبقى 3 لتر عشان تبقى ميلي لتر تبقى كام يا مستر قال لي هتكون 3000 ميلي 9 لتر عاوزين نخليها ملليلتر تطلع كام؟ قال لي هتبقى 9000، 25 لتر تو ملليلتر تو ات ويل بي 25000، يبقى مجرد بس بنعمل اكسترا ايه؟ 3 زيروز، طيب بعد ال 50 لتر هنزود لها كام زيرو كمان يا مستر؟ قال لي 3 زيروز فهتكون كام؟ قال لي 50000، طيب لما يا مستر بنحب نعمل تشينج من ملليلتر لللتر زي ما احنا عارفين حبايبي بنعمل divided 1000 وال divided 1000 هنا يعني هنعمل cancel لل 3 zeros so it will be only 4 طيب 29000 مللتر equal how many liter كل نعمل نعمل divided 1000 so we'll cancel 3 zeros it will be 29 the next one huh? 10,000 مللتر عاوزين نخليها لتر نعمل ايه؟ نعمل cancel لل 3 زيروز So it will be ten, okay? Letter I, seventy-three liter. Liter bnin extra cam three zeros, so it will be seventy-three thousand. Letter J, from milliliter to liter bnin amil amester divided lit divided one thousand, so cancel three zeros, and the answer will be five hundred sixty liters. Question number 2 find each missing number يلا بينا نشوف المسنج نمبر اللي عندنا هنا اهو هنحله ازاي زي ما اتعلمنا في فيديو نمبر 1 اند فيديو نمبر 2 ان ذس يونت اللي اتعلمناهم عرفنا ازاي نكون عندي نمبر وازاي نعمل له expanded form زي الكيلو جرام والجرام كنا ساعتها بنقول في الكيلو جرام بناخد النمبر اللي في ال ننزله عند الكيلو جرام والباقي ينزل عند الجرام as the same today نفس النظام ادي 6 مساوي ملليلتر لتر تنزل ال 6 عند اللتر وهنا 360 ملليلتر. لتر. The next one 9425 ملليلتر ادي ال 9 لتر هنا وهنا جنبها مين 425 ملليلتر. طيب يلا بينا نشوف اللي بعده ادي 9 لتر and 900 مللتر لتر نعملهم كولكت مع بعض ازاي يا مستر؟ ال 9 تنزل في 1000 وبعدين ال 900 مللتر تنزل في الانسرز اللي جنبها 25 لتر 25 لتر كما وبعدين عندنا 1000 يبقى زيرو وبعدين 25 لتر E إيه. معانا 8 لتر and 500 ملي لتر عاوزين نعملهم كونفرت نخليهم ايه ملي يبقى دي 8 لتر اللي هي ال 8000 وجنبها 5 100 1000 ومعاها مين 500 طيب 19 لتر ومعانا 324 ملي لتر 19 تنزل عند 1000 اوكي وبعدين هنعمل لهم ايه يا مستر كومه وننزل الانسر اللي هي 324 جنبهم طيب ها 84 لتر نطلع من اللتر 3 زيروز ليها فبقت اسمها 84000 بلس ال 84 ادي ال4 وادي ال8 وما ننساش 0 وتنزل بعدها كمان مين ال84 the next one 5700 ملليلتر عاوزين نخليها لتر وملليلتر يبقى ادي ال5 ان لتر وادي ال700 فين في الملليلتر. لتر اي ها 6 لتر and 6 ملليلتر. 6 لتر يعني 60000 كومه 00 6N مليلتر. لتر J 2222 مليلتر equals how many liter and how many milliliter هنا 2 لتر أي وهنا جنبها 222 مليلتر لتر K عندنا يمسطر 61 لتر and 254 مليلتر يوه يلو نعملهم كلك مع بعض add 61 هتيجي هنا وجنبها مين؟ قال لي 254 اوكي؟ طيب لتر A كمان ادي كي ال ها 9090 ملي عاوزين نخلي حبه منهم في اللتر وحبه مين؟ في الملي اللتر بياخد الواقف فين؟ شاطرين في 1000 يبقى دي 9 لتر وهنا بقى معانا 90 ملي لتر لتر ام ادي النمبره اللتر بياخد مين يا مستر اللي في 1000؟ طب واللي قبليه هنسيبهم؟ لأ طبعًا هناخد كل اللي قبليه يبقى دي الـ 541 لتر and here 541 ملليلتر. The next one 4 لتر and 234 ملليلتر يبقى الـ 4 in 1000 and 234 ملليلتر. The next question ها 7 لتر تروح فين يا مستر؟ أيوة. Tens of a thousand place. If I seventeen thousand place, and beside it four hundred hundred tens once. The last one, eight liter and nine hundred ten milliliter. If eight liter, comma nine hundred ten milliliter. Question number three. 5 لتر بلس 6000 ملي لتر سهل جدا يا اولاد بيكون عندنا فيه بلس او ماينس عادي خالص اما حاجه تركز هو في الانسر عاوز يطلع الانسر باللتر ولا الملي لتر وتبدا تشتغل الكونفرت بتاعك طبيعي فلما يكون عندنا هنا في 5 لتر و 6000 ملي لتر عايزين نطلع الانسر بالملي تبقى ال 5 لتر عشان تكون من لتر نعمل لها باي كام؟ قال لي باي 1000 يبقى تكون النمبر ده كام؟ 5000 اوكي بلس 6000 طيب 0 بلس 0 0 0 0 and 6 بلس 5 equals 11000 لتر بي ها معنا 9 لتر minus 3000 ملي عاوزين نطلع الانسر كله بكام بالملي طيب يبقى نعمل تشينج لللتر نخليها ملي هتكون عندنا كام يا مستر قال لي 9000 ملي لتر ماينس 3000 هتكون الانسر كام؟ 6000 لتر سي 8 لتر minus 2000 ملليتر عاوزين المره دي نخليها لتر يبقى اي حاجه مش لتر لازم نخليها لتر زي مين؟ اللي زي الملليتر طيب يبقى ال8 لتر هتفضل زي ما هي 8 minus ال2000 ملليتر عشان نعملها Convert into لتر هنعمل Divided 1000 Divided ايه 1000 تطلع معانا كام؟ 2 لتر يبقى 8 لتر minus 2 لتر equals 6 لتر 8 لتر minus 2 لتر equals 6 لتر نكست معانا 10 لتر اند 1495 ملل الاول هعمل لهم بلس وبعد كده نشوف نفصلهم في عندنا هاو ميني لتر اند هاو ميني ملل طيب معانا 10 لتر يعني 10000 Plus 1, 10, 1, 10, the last 1000, yan it la manal answer 11495. Yiba 10 liter deep, 10,000. Opa anaka 1000. Yiba 10,000. And 1000 equal 11,000. Yiba 11000 deep, and number 11, in liter and 495 in milliliter. Okay, type letter E. 1 liter and 500 milliliter.

يطلع معانا الانسر كام 4700 لتر اف 23 لتر 244 ملي 23 لتر يبقى 23 244 هنعمل لهم ايه يا مستر بلس مع مين 2 لتر يعني 2050 خلي بالنا يا ولاد في كتير مننا هينسى الزيرو ده تكير لازم اللتر ينزل في 1000 100 is 0. ويلا بينا نعمل لهم 4 plus 0 equals 4, 4 plus 5 equals 9, 2 plus 0 equals 2, and the 2 plus 3 equals 5, and at the end it's another 2. So it will be 25,294 milliliters. Next question.

four litre five hundred forty millilitre minus four liter and ninety five four thousand five hundred forty minus four, liter 4 and four in 95 ninety five millilitre we allabina milum subtract so can we do zero minus five so zero becomes a ten and the four becomes a three. 10 minus 5 equals a 5. 3 minus 9 can't be, so 5 becomes a 4 and 3 becomes a 13. So 13 minus 9 after 9, 10, 11, 12, 13, that's minus 4. Then 4 minus 0 equals 4 and the 4 minus 4 equals 0. 0 on left has no meaning. Give a tivush, okay? Kela ruh li letter I. 4 liter and 375. I e. 4375 plus 5 liter and 625. So 5 and 625. We all have long 5 plus 5 equals 10. 0 carry up 1. 8 plus 2 equals 10. 0 carry up 1. 4 plus 6 equals 10. 0 carry up 1. 5 plus 5 equals 10. So it will be. 10000 لتر طب يا مستر بس هو عاوزها لتر يا ترى الانسر ده كده باللتر لا طبعا ده الانسر بالايه بالملي لتر انا بعد كده اخليها لتر ان انا اقول له تبقى ايكوال 10 لتر تبقى ايكوال كام 10 لتر اوكي يا حبايبي يبقى هو لو عاوزها ملي لتر كنا هنكتب يعني هنا كده 10000 لكن هو عاوزها لتر بيطلع معانا الانسر كام 10 لتر يبقى مهم جدا بعد ما تطلع الأنسر تركز احنا معانا لتر ولا ملليلتر وعاوزين نطلع الأنسر باللتر ولا الملليلتر. Question number four. List. We want to write this number from least to greatest. طيب مين الصغير ومين الكبير؟ خلي بالك ما تستعجلش. الأول convert all units into the same unit. كلهم الأول نخليهم إيه؟ same unit. اوكي okay. طيب نخليهم سيم يونت يعني ممكن مثلا نغير الملي لتر نخليها لتر يبقى اقول له دوت 4 لتر اللي احنا بنعمل cancel 3 زيروز اند هير cancel 3 زيروز سو ات ويل بي 13 لتر اند هير 5 لتر then order from the smallest to the greatest يبقى الصغير عندنا اكيد ال 4 then 5 then 6 then 13 لتر اوكي حبايبي الحلوين كده خلصنا كمان الفكره اللي بعدها هاو كان وي دو اد اور سبتراكت بتوين لتر اند مللتر بتيك كير ات ذا اند هو طالب مني في الانسر عايزه بالمليلتر ولا لتر مهم جدا نركز فيها Question نمبر 5 يلا بينا نشوف لو فيها بروبلم سولفينج زي كده بروبلمز يكون شكله بسيط شكله جميل A car is filled with 45 liters of petrol. طبعاً الكوستيان دوت موجود فين يا ولاد؟ موجود في كتاب المدرسة. خلاص؟ طبعاً أنا بحله معاكم. كويستيانز كمان من البوك بتاع المدرسة عشان تبقوا أنتوا عارفين إيه. إن إحنا كمان لازم نكون بنحل من كل حاجة. كتاب المدرسة مهم جداً كمان لازم نتابع فيه. أوكي؟ okay؟ طيب. A car is filled with 45 liters. So how many milliliters would that be? يبقى عاوز يعمل تشينج ال 45 لتر نخليها ايه؟ ملليلتر فتبقى ال 45 لتر يا ترى equals how many ملليلتر؟ ها؟ نستر علينا ايه؟ بنعمل by 1000 تطلع معانا 45000، إيه 45 1000، لتر بي a family drank 1 لتر 500 ملليلتر of orange juice at breakfast. يبقى في breakfast الفاميلي family شربوا 1 لتر and 500 مللتر. If there were 3 لترز of orange juice before breakfast. قبل ما كانوا يشربوا كان في عندنا 3 لتر. So how much orange juice is left? How much is left? It means that we will do minus. يبقى هنعمل يا مستر 3 لتر minus 1 لتر and the 500. طب نظبط امورنا؟ يلا بينا. الـ 3 لتر الاول دي هنخليها كام؟ قال لي نخليها 3000 ملي طب 1 لتر عند 500 هتكون كام؟ قال لي 1500 ملي ونبدا على طول نعمل لهم ايه؟ سبتراكت. So 3,000 minus 1,500 equals 0 minus 0 equals 0, and here 0. This 10 and this 2, 10 minus 5 equals 5, and the 2 minus 1 equals 1. So the final answer is 1,500 milliliters. <laughs> Thanks a lot for your watching. See you, inshallah, in the new video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.